طبعا بدي اشكر كل يلي عم يتواصلوا معي عبر السوشيال ميديا وعم يتمنوا لي سنه حلوه. ثانك يو لكم. انا طبعا بكبر بكل كومنت بعثتوا لي اياه، كان على السوشيال ميديا الخاصه فيي او على السوشيال ميديا برنامج عالم الصباح. تواصلوا معي كمان عبر السؤال يلي طرحته، ايام الطفوله شو بتتذكروا منها حادث حلو. نحن بعد بريك الساعه 12 رح نقرا سوا بعض الكومنتس الخاصه فيكم اللي انتم كتبتوها. اما هلا فيكم تحضروا تليفوناتكم، كارمن جاهزه لانه تجاوبكم بزودياك على طبعا تواريخ ميلادكم. ما بعرف كارمن اذا عندك وقت. انا 13/7 قول اي سنه، بتعرف اي سنه؟ 3:30 بعد الظهر. بجاوبك دغري؟ زودياك زودياك يلا زودياك زودياك. طمنيني، البرج كان كثير حلو اليوم. البرج كان كتير حلو. صباح الخير جوزيف، صباح الخير للشيف، صباح الخير للجميع. اليوم عيد ميلاده لجوزيف، وبالتالي أول شيء بنقول لك هابي بيرثداي. ثانك يو كارمن. ثاني شيء بأبراج اليوم في مولود اليوم فينا نرجع نسمعه. ثالث شيء رح أقول لك إنه أصلاً هيدي السنة رح تكون رائعة، رح بتكون سنة مهمة جداً، رح بتكون سنة عم بقول لك تفتح أبواب جديدة وكبيرة كبيرة جديدة ما إنك أنت عايشها من قبل. مشان هيك قلت لك تحت الهواء معقول يكون في درس جديد، تجربه جديده مختلفه. بجميع الاحوال رح بتكون سنه رائعه وان شاء الله تكون من احلى السنين. سلم هالتم يا ان شاء الله يا رب. سلم هالتم. رح اترك الوقت للمشاهدين طبعا تتلقي اتصالاتهم، تفضلي. اذا اتصالاتكم مباشره على الهواء لحتى ما اخذ بعد وقت زياده. رح اخذ هانيا، رساله من هانيا مواليد 18 ديسمبر 56، عندها سؤال عن الاوضاع العامه بشكل عام وعطتني ساعه الولاده. بالنسبه لك يا هانيا، الاجواء حسب ما انا شايفتها اجواء لا باس بها، اجواء جيده، لكن طبعا لانه انت من مواليد برج القوس في عندي بعض القصص اللي معقول تعذبك شوي. انت من مواليد العشرية الثالثة برج القوس، وواضح جدا انه في عندي مشاكل وضغوط، ضغوط يلي بتخليك نوعا ما تتساءلي انه شو اللي عم بيصير هانيا عندك. هيدي الضغوط رح بتضلها معك تقريبا اصعب فترة، هي اصعب فترة لانه انا عم بقول لك زحل بيكون عندك، هي اصعب فترة رح بتكون تقريبا شهر نوفمبر، شهر نوفمبر 2017، شهر متقلب، شهر ضاغط، شهر منه سهل. زحل بيكون وصل لعندك، ال 28 سنة زحل بيبرم برمة كاملة. عادة بس لما تكمل الدورة لزحل الزحلية، هذا معناتها الإنسان معناتها عم بيكبر بحياته، مثل ما بيقولوا أجيال وأجيال وأجيال. الإنسان كل 28 سنة بتكبر نظرته للأمور، بتتغير كليا، في أمور بيودعها كليا وأمور بيبدأها من جديد، نمط جديد، حياة جديدة. فبدك تحضري حالك أنه ابتداء من نوفمبر في عنا تغييرات كتير جذرية. في احتمال يكون في عندك سفر، رغبة لسفر أو رغبة بتغيير بعض الأمور، وذلك في شهر أكتوبر 2017. هيدا بشكل عام بالنسبة لك، فحضري حالك للتغييرات. ومن المستحسن الإنسان يمشي مع زحل، يسبق زحل شوي، يشوف شو هي المشاكل ويجرب يتعامل معها، يتعاطى معها بليوني لحتى يقدر يتفادى أي عاصفة. هيك بنقدر نتفادى. ناخذ اتصال من فاديا. الو، تفضلي. يا اهلا. بونجور. يا اهلا وسهلا. اذا بتريدي بدي اسالك عن ابني. نعم. 20/7. سوري لحظه 20/7 82. 20/7/82 الساعة 8. نعم الساعة 8 المساء. 8 المساء. نعم. كثير تعبني، بدي اشوف وضعه العملي واذا بده يتحسن وضعه، وعنده زواج. واذا عنده، اذا بتريدي كيف بدها تكون عليها السنة. انت كنت تتصلي فيني بالإذاعة؟ نعم. يا اهلا وسهلا. يعني بعده وضع ابنك بعده مثل ما هو من 3 سنين 4 سنين؟ نعم. ايه بدي نعم. اوكي. اوكي. نعم. شكرا شكرا. نعم بدي شوف شو وضعه، اعملي معروف. شكرا لاتصالك، فيك تابعيني على التلفزيون. وانت بيتزوج. نعم.
ان شاء الله. اوكي، بالنسبه لابنك هيدي السنه يعني كنت عم تتصلي فيني بسنين الماضيه، السنين الماضيه مر علينا ظروف، يمكن ابنك ما اخذ الفرصه اللي كان بيقدر ياخذها، كان في فرص عنده، كان في ارتباط عنده، يمكن تعرف على ناس ما مشي الحال، يمكن وصل لي لشغل وما قدر كمل فيه. ابنك بعد في عنده بهيدي السنه، بعد عنده سنه حلوه، بعد عنده فرص كثير 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 حلوه وبعدها موجوده قدامه. شهر بهالصيفيه انا بعتبرها صيفيه كثير مميزة بالنسبة لابنك، وأنا بت بت بقول لك إنه آخر شهر آب، شهر سبتمبر هو شهر أيلول، وأيضا شهر أكتوبر، يعني عندك عنده شهرين أيلول وأكتوبر، أيلول وتشرين الأول من أفضل الأشهر حاليا، وهن الشهرين يلي بالنسبة لابنك رح بيكون فيهم أحداث حلوة، يعني بتمنى يقدر ياخذهم. بنرجع نتصل إذا بترجع تتواصلي معي بشهر نوفمبر بيكون كتير منيح، بس طمني بالك. ناخذ نادين. الو، مرحبا. يا اهلا. الله خليك، بدي اسال عن ابني لو سمحت. تفضلي. 25 الاول. نعم. 84. نعم. اي ساعه بنعرف شيء؟ 12 الظهر. نعم، والسؤال؟ عن العمل. عن العمل. عن العمل. عم يشتغل حاليا؟ لا ابدا. ما في شغل. يعني بقدم سيفيات و بيقتلوه يعني، عرفتي؟ ما في. اوكي، شكرا لاتصالك. بالنسبه لابنك انا برايي لازم يضل يكمل، لازم يضل يكمل تقديم طلبات حتى ولو في شغله ما زبطت، لانه يمكن ما بتكون الشغله هيدي لإله، خلي يكمل، لانه في عنده بتبلش تفتح معه بقوه 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 بهالصيفيه. هيدي الصيفيه هي الصيفيه المفروض ياخذ حقه، المفروض ياخذ الشغل اللي بيريده. ابنك اذا اعطيتيني ساعه ولاده صحيحه، ابنك مفروض يكون نجمه عالي، واحتمال انه ابنك يكون من الاشخاص اللي بيسافر، باب السفر مفتوح قدامهم، او بيشتغل بسفاره او بيشتغل ببلاد اجنبيه. بالنسبه لإله نجمه كثير قوي من الاشخاص اللي بيوصلوا. بتمنى تكون اعطيتيني ساعه صحيحه، وبقول لك ابتداء من هالصيفيه، اصلا رح بتكون صيفيه بنجم فيها ابنك، فيضل يقدم ويختار او يقدم على افضل الفرص، لان افضل المؤسسات، لانه مفروض يبلش بهالصيفيه نجمه يلمع. تشرين ايلول، تشرين الاول، تشرين الثاني من افضل الفرص واقوى الفرص بانتظاره، اقوى الفرص بانتظاره. ناخذ هشام. الو، صباح الخير. يا اهلا وسهلا. من المعروف بدي اول شيء انا خلقان بين الاربعه والخمسه. لا، بدي تاريخ الولاده قبل. اوكي، ب 8 ايار 81. 8 ايار 81، اي ساعه؟ بين الاربعه والخمسه. شو صباحا؟ ايوه، أربعة والخمسة صباحا، راحت أيوة. أربعة ونص. والسؤال؟ سؤال بشوف الشغل وما الشغل والصحة. اوكي، كل شيء تقريبا. شكرا لاتصالك. بالنسبة لإلك آخر شهر أكتوبر، آخر شهر أيلول، بمطلع النص الأول من شهر أكتوبر مفروض يكون في حركة عندك واضحة جدا، وبترجع الأمور بتمنى تاخدها، سواء بدك تحسن بشغلك مطرح ما أنت بدك تغير، بدك تنتقل لمطرح تاني، بده يصير في تغييرات عندك كتير كبيرة. كان مفروض يكون في عندك حدث مهم جدا من حوالي تقريبا من صيف الماضي، صيف الماضي عم بحكي تحديدا عن شهر ايلول 2015، عفوا ايلول 2016، اذا ما اخذت شيء مرق قطار وما اخذته. في عندك هلا حدث اخر مهم جدا بنفس الوقت بسبتمبر 2017، واذا الساعه تقريبا صحيحه حضر حالك لسنه 2018، رح بتكون سنه بتنجم فيها، عده كونترايات بانتظارك، فبتمنى تاخذ كل هالفرص الحلوه اللي ناطرتك وطول بالك، لانه فرصك كثير 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 حلوه، وهالقطار الترين واصل لعندك، انت قاعد ناطر على المحطه صار لك سنه تقريبا، هلا الترين عندك وفيك تقدر انت تنتقل الى محطه اخرى. شكرا لجميع الاتصالات، ما تنسوا كل نهار خميس بهالوقت باخذ اتصالاتكم. عودة لك جوزيف. لك كارمن، نرجع منشوفك بكرة ببداية عالم الصباح طبعا مع أبراج جديدة. لكل المشاهدين بريك قصير وبعدها منعود للمتابعة، خليكن معنا ما تروحوا لمطرح.